اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. طارق بن طالب وعثمان ابو بكر مالي هم ضيفاء حلقه الليله. نشوف مباراه العراق والكويت، احدها المباريات اللي ما تتفوت في كاس الخليج اكيد. شوف تقرير المباراه. أعلن المنتخب العراقي تأهله رسميا للدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج 21 المقام حاليا في مملكة البحرين، وذلك بعد فوزه على شقيقه الكويتي بهدف دون رد. المباراة بدأت وسط حذر من الفريقين وتبادل للهجمات التي لم تشكل تلك الخطورة، حتى جاءت الدقيقة 29 والتي تمكن من خلالها المنتخب العراقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعد أن استغل حمادي أحمد كرة يونس محمود الذي اخترق الدفاع الكويتي من الجهة اليسرى وسدد بيسارية ترتطم بأحد مدافعي الكويت، لتجد حمادي أحمد في اللحظة المناسبة ليغمزها بقدمه في المرمى الكويتي. حاول بعدها المنتخب الكويتي العودة للقاء وأجرى مدربه أكثر من تغيير، ولكن المنتخب العراقي حافظ على تقدمه دون أن يسمح للاعبي المنتخب الكويتي بالوصول للمرمى. الدقائق الأخيرة من اللقاء اعتمد فيها الكويتيون على التسديد من خارج المنطقة، وكاد يوسف ناصر أن يحرز هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق، إلا أن العارضة العراقية وقفت لتسديدته ومنعتها من معادلة النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز عراقي وصل به أسود الرافدين للنقطة السادسة والتي منحتهم صدارة المجموعة الثانية والتأهل للدور نصف النهائي رسمياً. أبو فارس، المنتخب العراقي والكويتي، معجب أنت بالعراقيين؟ إيه طبعًا، يعني أنا يعني لاعبين العراق تلقى المدرب ناجح حكيم شاكر استفاد من خبرته في تدريب منتخب الشباب العراقي. تلاحظ عنده 7 لاعبين في التشكيلة أقل من 21 سنة، استغلهم، معدل عمري جيد، معدل عمري جيد، أضاف لهم 3 لاعبين أو 4 لاعبين من اللي هم رحيمة، علي رحيمة، يونس محمود، والحارس نور صبري، والبقية كلهم أعمارهم تحت 21 سنة، يلعبون بحماس، بمهارة، بقوة، بخطة واضحة للجميع، عارفين إمكانياتهم. لا يمكن التسجيل في منتخب العراق اللي أشوفه حاليا. مباراة الكويت والعراق طبعا احنا ندمن على مشاهدتها بعد المباراة الفاصلة في دورة الخليج في قطر الشهيرة. طبعا مباراة يعني حماسية، كان فيها مثابرة وجهد من الفريقين لتحقيق الفوز، وفاز بها الأجدر. العراق راح يروح بعيد في البطولة؟ انا قلت لك العراق يعني اذا راح يلعب على النهائي لا محالة، الا اذا قابل الامارات، هنا ممكن المساله تختلف. لا اعتقد انه الان الامارات والعراق تاهلوا كأوائل، ما راح يتقابلون، لن يتقابلون. ابو صهيب، والله طبعا العراق والكويت كلاسيكو المنطقه وكلاسيكو البطوله، مباراة في الواقع كانت منتظرة، لكن أنا أعتقد أنها أكيد يعني لم ترتقي إلى مستوى المواجهات الساخنة على غرار المباراة الفاصلة اللي بيتكلم عنها أبو فارس يعني، لكن ربما هي أعطتنا شيء من ريحة بطولة الخليج. تأهل العراق يدل على أنه يعني يسير بخطوات ثابتة، لأنه هذه المجموعة زي ما أطلق عليه هي المجموعة الحديدية، مجموعة الأبطال، المنتخبات الثلاث اللي كان متوقع أن تتصارع على البطولة هي المنتخبات اللي حققت البطولة وخارج ملاعبها، وبالتالي هي مرشحة أن تحقق البطولة قبل، طبعا هذا على الورق، لكن أعتقد أنه العراق تأهل وقدم لنا فريق يحمل شيء من 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 ريحة المنتخب العراقي القوي، وهو يستحق في الواقع. المنتخب العراقي الكويتي إلى حد ما كان يلعب على إمكانياته، كان يحاول، لديه بعض الأفعال الكروية، ولكن أيضا هو لا يزال أزيرق. يعني أنا راح أضيف تعليق بسيط، إنه هذه المباراة يعني تكلمنا عن منتخب العراق ومنتخب الإمارات، جل اللاعبين شباب في الفريقين، مدرب وطني هنا، مدرب وطني هنا. خلينا